Salam alaykoum chabab. بالنسبة للو سيزيام شابيتر concernant le régime transitoire, نظام انتقالي, donc غنحاول نديروه sous forme des exercices, على شكل تمارين. صافي؟ فوالا شوفوا اكزرسيس 1 عندنا واحد فوالا دي بول ار سي فوالا اون سيري واحد لا ريزيستانس مع واحد لو كوندونساتور. تخي بيان. دونك شوفوا معايا الاكزرسيس سوا لو سيركوي سويفون. الوغ عندك grand A, voilà, O en kabira, O grande. Ça fait, on va voir O en kabira, que le condensateur étudié est chargé sous une tension usable. Pour T inférieur à 0, K est ouvert. Donc, pour les instants négatifs, il y a une espèce de hadat saliba, voilà, et petit à un T qui est servi, à l'instant T est égal à 0, on ferme l'interrupteur. يعني ديك اللحظه اللي غلقنا قطع التيار نبداو نحسبوا الكرونومتر دونك لوريجين دو طون. الوغ كما كتشوفوا في لو سيركوي عندنا سورس فوالا سورس بارفيت دو طونسيون دو فورس الكترومتريس او ريزيستور دو ريزيستانس ار انتربتور كوندونساتور. لاحظ معايا في لو كوندونساتور قالوا لنا لو كوندونساتور اتيدي اي شارجي يعني المكتف اللي راه حنا كندرسوه ديجا راه مشحون يعني فيه شحنة بدئية إذا لاحظت بلوس كيزور حيث قالوا لنا لو كوندونساتور اتيدي اي شارجي سو اون تونسيون ايزور يعني فيه واحد الشحنة بدئية اللي هي كيزور وكيزور ايكال سي ايزور. الوغ السؤال رقم واحد ديتيرمين ليكواسيون ديفوليسيون دو لا تونسيون او او بون دو كوندونساتور عطينا المعادلة التفاضلية اللي كيحققها التوتر او بين مربطي مكتي. الوغ بالنسبة لفوالا لهاد السيركوي سيركوي سيري ديجا شفتو في دوزيام باك. المهم راه هنايا المكتف مشحون بدئيا. الوغ نمشيو نديرو السؤال رقم واحد. الوغ اون فير كا فوالا اون فير كا ا تي ايكال زيرو دونك هادي دوز كورون اي في لا ريزيستانس في لو كوندونساتور. نديرو لا لوا دي ماي. Donc d'après la loi de Maille ou la loi d'addition, quand on est dans le doctorat ou la loi de ça va être donc retard de deux sens. Voilà U, voilà plus RI, voilà moins E est égal à 0. Ça veut dire que U plus RI est égal à E. دونك حنا خصنا معادلة تفاضلية كيحققها اي خصنا نإليمينيو هاد لا فاريابل اي. دونك عندنا اي ايتيكال سي دي اي سوغ دي دي تي ديرها ديريكت اي بلوس ار سي دي اي سوغ دي تي ايتيكال او صافي. دونك هنايا قلنا اي ايتيكال سي دي اي سوغ دي تي الى عقلتو درنا في الكور اي سي توتر بين اوربيتال مكتف سمينا اي سي. دابا في هذا التمرين سمينا لا طونسيون اي. دونك هذه هي ليكواسيون ديفيرونسيال. دونك ليكواسيون ديفيرونسيال دو بروميي اوردر ان اي صافي معادله تفاضليه من الدرجه الاولى اللي كيحققها التوتر بين اوربيتي المكث المكثف. الو نقدروا نوضعوا اون بوز اون بوز هاد كونستانت في كونستانت ايتيغال كونستانت وهذا لا كونستانت دونك غادي نسميوها طو. لا كونستانت دو طون ثابتة الزمن ديال لو سيركوي ار سي كونستانت دو طون دو سيركوي ار سي. دونك تقدروا تبحثوا في لا ديمونسيون ديال ار تضربوا في لا ديمونسيون ديال سي دونك غادي تلقاو تي يعني الاون في الفاراد فوالا ما هو الا سكوند. دونك لا ديمونسيون ديال ار في لا ديمونسيون ديال سي عطيك لو طون la dimension du temps. Alors, je vais dire que le taux, donc, je vais dire que le taux, je vais dire taux fois du sur dt plus u est égal à e. Donc, je vais dire que le taux de l'IA, et là, quand tu fais le baccalauréat, quand tu fais le baccalauréat, je vais dire le volt. Donc, je vais dire le volt, je vais dire que le volt, je vais dire que le volt. يعني هذه السكوند وهذه السكوند تمشي دونك الفولت ها هو زائد الفولت يساوي الفولت. طيب يعني من هنا كنستنتجو ان هذه عندها الوحدة ديال السكوند دونك نوضعوها طول واحد ثابتة الزمن.
Alors, on a بالنسبة للمعادلة السؤال رقم واحد. ثانيا résoudre l'équation obtenue pour t supérieur strictement à 0. حل المعادلة التفاضلية بالنسبة للحظات الموجبة. Alors, يعني نديرو الحل. Donc, عندنا معادلة تفاضلية من الدرجة الأولى. Voilà, le second membre est constant. Donc, on va la solution homogène. Voilà, la solution homogène sans second membre. Donc, taux du sur dt plus u est égal à 0. Très bien. Donc, on va remarquer que c'est un. Donc, je vais vous habiter le zéman. ديال اي دار كما بغا يكون ار سي خص هذاك لا فاريابل هذاك لا فاريابل يكون هنايا فوالا مضروب فيه 1 صافي طيب وبالتالي هذاك الشيء اللي كيكون مضروب في لا ديريفي ديالو هي طو فوالا بالنسبه للمعادلات من الدرجه الاولى بطبيعه الحال يلا نمشيو نديرو فوالا الحل ديال المعادله Donc, on a du sur dt est égal à moins u, voilà, sur taux. Donc, on a dt là, ou u, voilà, dt. Et l'intégrale, voilà, donc ln u, la tension u, est égal à moins t sur taux plus k. Donc, on trouve l'exponentielle, on le prend, on dira en bas, u de t est égal c exponentielle moins t sur taux. On va la solution, homogène. U h de t. Alors, si on peut voir la solution particulière, hel, le khas. Alors, principal, hel, le khas. Solution particulière. Donc, on a une de tabita et on va dire up est égal à la constante. Constante. Donc, nous avons donné la dérivée de la constante 0. Taux dup sur tt plus up est égal à e. Donc, h est égal à 0. La dérivée de la vitesse est 16. Obitali, up est égal à e. Donc, on a dit, Obitali, l'hel n'y a idée de moi à l'heure. Mon machine n'y a idée de la vitesse C. C'est une idée de la vitesse C. Donc, u de t, quand je me mets là, donc e plus c exponentielle moins t sur o. Alors, c, t habita, tu as dit que tu as dit que tu as donc, que tu as dit d'après les conditions initiales, u, t est égal à 0, est égal à e plus c exponentielle 0, et u, t est égal à 0, donc il y a u 0. Voilà, le condensateur étudié est chargé sous une tension U0. Il est mouktif, mais je suis bête I. Il y a une chouine, je suis autour de bête I. Habituel C, que c'est U0 moins E. Voilà, U0 moins E. On gère la solution finale. Donc, le hal n'y donc, finalement, U de T est égal E. Plus voilà u0 moins e facteur voilà amil exponentielle moins t sur taux avec taux est égal le produit de la résistance fois la capacité du condensateur taux tabita zaman hiya jouda dial mqawama fash sa'at lmukat lmukatif donc khliwa hakka oula nqdrou hna ndevelopi w nshrou On factorise au bas E. Moi, je vais le K. On me chante du russe à la 1. Voilà, t'as l'air. Alors, t'as l'air, je vais te poser la question 3. Tracer la courbe. Voilà, U de T. Alors, on se passe à la 1. C'est un peu. Alors, Farrasen, je vais me dire, je vais te واش لا فونكسيون اكسبونسيال فونكسيون كروسانت ولا ديك كروسانت مش عارف واش الداله التزايديه ولا التناقصيه
il suffit تعرف هذيك لا فونكسيون في اللحظه البدئيه واللحظه النهائيه صافي دونك باش تعرف واش لا فونكسيون راديو كتزيد ولا راديو كتنقص دونك حنايا غادي نديرو غادي نعطيو اي في اللحظه البدئيه فوالا ونمشيو نحسبو اي في اللحظه النهائيه شوف معايا مزيان هنا غادي نعطيهم فوالا سؤال رقم 3 غادي نمشيو اي في تي ايكال زيرو نعوضو الزيرو هنايا اكسبونسيال زيرو واحد تبقى لك اي ناقص او زائد او ناقص او زائد او تعطيك صفر تبقى لك اي زيرو فوالا ديجا قلنا اصلا اي المكتف مشحون بد بد ايه كوندونساتور اي شارجي فوالا نكتبو هنا الكوندونساتور اي شارجي initial يعني ديك اللحظة اللي غلطنا فيها قطع التيار ديجا المكتف كان مشحون دونك زيد عندنا U at T tend vers plus l'infini عندما يؤول T إلى واحد القيمة كبيرة جدا دونك هنا كنمشيو للنظام الدائم لو ريجيم كونتينيو صحيح ألوغ بلس لانفيني مع هاد الموان موان لانفيني اكسبونونسيال موان لانفيني زيرو صافي دونك هادشي كامل يمشي زيرو تبقى لك او طيب مزيان الو هنا لا كيستيون باش نعرفو واش الدالة تزايدية ولا تناقصية وكتنطلق من اي زيرو دونك تيف كيكون فيه واحد فوالا لاطونسيون انيسيال وكينتهي بواحد لاطونسيون او اللي هو ديال لا سورس بارفيت دوطونسيون دابا كيستيون واش اي زيرو كبيرة على او ولا او كبيرة على زيرو دونك ما عندناش حنا هنا لي فالور الا شفتو معايا ليكزارسيس دونك كاين دو كا ا ديسكوتي جوج ديال الحالات لو بخومييي كا صافي فوالا بخومييي كا فوالا غادي نسيبوزيو ان او سوبيريور ا اي زيرو هادي كبيرة على اي زيرو صافي الو في هذا لو كا شوف معايا مزيان دونك هنايا U بون باغ اكزومبل بالفولت T باغ اكزومبل بالسكوند الوغ الاو دونك كيبدي لو كوندونساتور كيكون لو كوندونساتور شارجي فوالا فواحد لا طونسيون U0 صغير دونك نبدي بواحد لا فالور U0 دونك نكملو بواحد لا فالور او دونك هنايا T كيمشي بلس لانفيني U كتساوي قيمة ثابتة فوالا وبالتالي كنقولوا ان اي كيقبل واحد المقارب افقي بجوار زائد ما لا نهائي اذا هنايا خصنا نرسموا واحد المقارب فوالا واحد لاسانطوط لاسانطوط فوالا اوريزونتال دونك نستبدل لنا فوالا من هنايا هاك تري دونك لو كوندونساتور كيكون شارجي وكيبدي بواحد لا فالور اي زيرو كيبقى يتشارجا 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 حيت لا فورس الكترونيكس كبيره على يوزر البدئيه اللي عنده وبالتالي غادي يشارجي هذاك لو جينيراتور غادي يشارج بقى يتشارجا حتى يكمل حتى يولي الغلط او صافي هذه صغيره وهذه كبيره مزيان تري وداير تشوفوها هنايا عندك موان تري وهنايا او شو معنى مزيان او كبيره على ازرو او كبيره على ازرو اذا هذه كامل تاخذ واحد لا فالور نيجاتيف قيمه سالبه مع هذا الموان دونك هادشي كامل مع هاد الموان غادي تعطينا لا فونكسيون كروسونت لا فونكسيون كروسونت نمشيو نديرو لو دوزيام كا فوالا دوزيام لو دوزيام كا في لو كا الى كانت اي زيرو باغ اكزومبل سوبيريور ا او صافي الوغ في هاد لو كا دونك عندنا في هاد الكا اي بالفور باغ اكزومبل تي بالميل سكوند ولا بالسكوند Voilà, ça dépend. On a ça. On va chercher. On a le U0 kbira. Donc, U0. Est-ce qu'on a là? Très bien. Voilà, on a là. La valeur finale. Il y a le. Donc, il y a quand même le mokarib. Il y a quand même le mokarib. Le ufoqi bijouar zaid malani. Il y a le mokarib. Il y a le mokarib. Il y a le mokarib.
حيث قلنا او كبير على اوزر هنا هي او صغير على اوزر وبالتالي لا فونكسيون غادي تكون ديكروسونت دالة تناقصية بحال هكا طيب مزيان او سي نورمال نجيو نشوفو هنايا الا كانت اوزر كبيرة على او هادي فالور بوزيتيف بلس بلس وبالتالي فالور كل ما تزاد تي مع هاد الموان دونك غادي تبقى تنقص لنا الدالة دونك قبيلة ناقص مع ناقص قلنا زائد تمام Voilà, donc la chip qui est. Had if t est égal à 0, t égal à 0, if t l'infini est égal à e, had les deux cas, les deux cas. Ça fait les deux cas. Donc, elle est un chum gonum, de l'ouah la remarque, qui l'a brisé. Voilà, nous faisons le chier là-dedans. Voilà, vous pouvez confluer le tamarin là-dedans, voilà, je vais vous faire le mot, ça fait. إذا كان شوف إذا كان هنا عندك واحد لا طونسيون انيسيال يوزر ديجا لو كوندونساتور شارجي انيسيال إذا كان او كبير على اي زيرو دونك هذا غادي يخرج لي شارج صافي يعني هذا غادي يتشارج باغ اكزومبل هنا 6 فولت وهنا 2 فولت دونك لا فورس الكترومتريس فوالا دونك بريت فوالا غادي هاد الجينيراتور غادي ديبيتي الكور دونك غادي يكون عندنا لا شارج يعني هذا غادي يزيد يتشارج داكشي اللي كان فيه في الاول ويتزاد يتشارج حتى التالي يولي فيه كان فيه 2 فولت يولي فيه 6 فولت باغ اكزومبل تاعي لو كان كونطري اذا كان هذا باغ اكزومبل 8 فولت وهذا 1 فولت فوالا دونك فوالا معليش يخرج الكورون من هذا دغيا دونك الكورون غادي يخرج من هذا فوالا وبالتالي دونك غادي يبقى ينقص 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 بحال الا كيديشارج لو كوندونساتور هنا كيتشارج وهنا كيديشارج فوالا حيت غادي يلعب لو رول غادي يلجو لو رول دان جينيراتور غادي يلعب لو رول ديال واحد المول مولي يبقى ينقص 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 فوالا حتى يولي التوتر بين الرياضة هو التوتر اللي عند المولد تخي بي فوالا دونك بالنسبة الى عقلتو في البكالوريا واش كنتو كديرو كدرسو مهم سا ديبون على حسب كدرسوا المكتب غير مشحون بدئيا كيبدا من هنا الا كان غير مشحون بدئيا كيبدا من الزيرو ويطلع حتى يتشارج صافي ولا كان مشحون بدئيا الا عقلتو كيبدا بواحد لافالور وكيطلع حتى يتشارج صافي الا عقلتو كنتو كديروا لا طونجونت ا تي ايكال ا زيرو فوالا دونك التقاطع ديالو مع المقارب دونك كيعطيك بو صافي طو إتيكال إر سي دونك نقدرو نبينوها بضرا رياضيا دونك لانتيرسيكسيون ديال لا طونجونت ا تي إتيكال زيرو فوالا ولا سامب طو أوريزونتال تقاطع ديال المماس اللي منحنى في تي كتساوي صفر والمقارب الأفقي دونك كيتقاطعو في واحد الأفصول كيتسمى ثابتة الزمن دونك هادشي بالنسبة للسؤال رقم ثلاثة نمشيو رابعا ديتيرمينا لانتونسيتي إي دي كورون تخاسي لا كورف إي دو تي دونك جمعو